السلام عليكم، نعود تاني معكم. الآن حنتكلم على بشكل عام الـ infrastructure of smart city. الـ infrastructure by itself, as we said, it's not smart. الـ physical structure is non-smart structure. It's like the building, the roads, the railway tracks, power supply, water supply system, a trash collecting system. All of these are non-smart. When we apply ICT infrastructure with to the physical infrastructure, the system becomes smart. Now, services based on the infrastructure, زي الموبيليتي يعني حركة المواصلات، زي شبكة المياه، خدمات المياه، خدمات الكهرباء، كل هذه الخدمات خلينا نقول تحصيل أو لم القمامة، هذا كله أو نقل القمامة كله هذا لازم يكون smart system و provide services at all time. يعني هذا بصيرش إلها crashing. الآن لما أنا بدي أجي أطلع عليها أقول number of city facilities، بدي أطلع عليه في عندي indicator اللي هو بنسميه number of city facilities required as a function of city population can be calculated as a following. الآن NF اللي هسميناه هذا number of city facilities بدي ساوي NP اللي هي population the city population in million، RB per year، well, R is the rate to per person use in the year أو الويك عادة نسميها هذه. فهذه قديش الاستخدام إلها بالسنة أو بالأسبوع. الآن السنة بنحولها لأيام، والأيام بنحولهم لساعات، وبعدها بناخد الساعة بنشوف الـ NC اللي هي الـ customers per an hour قديش هدول بيساووا اللي عندي. فهذا كله هيتو بنطلع عليه لنحسب الـ number of facilities المطلوبة للخدمة. الآن smart infrastructure زي إيش يعني؟ الفاكتوري، الأوفيس، والديتا سنتر، هدول إيش؟ business infrastructure. الآن الكور نتورك 3G والLTE والCATV والواي فاي، هذول كلهم شبكات بتستخدم كاي سي تي ليشبكوا هذا الانفستراكشر مع الناس. الآن البابليك انفستراكشر زي الفاينانس، زي الترانسبورتيشن، زي الانرجي. الآن في للهوم انفستراكشر زي الانترنت عندي، والانرجي مانجمنت سيستم، وزي السكيورتي سيستم، هذول كلهم موجودين في الايش في البيت عندي بشكل عام. الان كيف هذول كيف يرتبطوا مع بعض؟ هذا بسميه الانفراستراكشر. لازم يكون عندي انفراستراكشر في العام، لازم يكون عندي انفراستراكشر في البيت، ولازم يكون عندي هذا الجنرال انفراستراكشر اللي بنتكلم عنه للبزنس اللي هو القطاع الخاص، وهذه الاي سي تي. الان هذول على تحاور تماس كامل، ويعني بنشبكه مع بعض بشكل متكامل بحيث يعطيني السمارت انفراستراكشر. السمارت ترانسبورتيشن بنتكلم على انه القطارات مثلا خط تبعها بيبقى مشبوك وين فيه، اذا فيها وسع ما فيش وسع قبلها ما بتسوي، لو في اي مشاكل بتعطي. هذا السيلف درايفنج كارز بنتكلم عليها، هي بتتجنب اي شيء. هاي يعني بنتكلم على الطيارات اللي بدون طيار للاستخدام المدني، هدول يعني بتم استخدامهم بحيث انه هي تعطي موقعها وهي تتجنب اي حوادث، وكل هذه الاماكن بتعطي الكباسيتي تبعتها. فهذه بنسميها سمارت ترانسبورتيشن اللي عندي، مربوطة طبعا بشبكة، خلينا نقول بشبكة لاسلكية بتحدد الموقع، بتعطي الاستراكشر. هنا السمارت درايفنج كار بتعرف ايش حواليها والطريق وكيف تمشي، في نفس الشيء بالنسبة لها. السمارت انرجي سيستم بنتكلم على الالكتريك كارز، هذه احدى الشغلات انها بتمشي على كهرباء، بتمشيش على بنزين، فبتقلل البولوشن عندي. بتتكلم على
الووتر هيتر، بنتكلم على بدل ما استخدم الكهرباء في الهاي بستخدم الغاز للتسخين، او بستخدم الشمس للتسخين، بستخدم الطاقه الشمسيه لتوليد كهرباء او طاقه الرياح لتوليد كهرباء. في عندي في البيت سيستم بعمل مانجنج انرجي، وقت البيك اور بستخدمهاش، وقت يعني بقل استخدام الكهرباء، وللأوقات التانية بشغلها بطفي وقت البيك أورز وبشغل الأجهزة التانية في الأوقات الأخرى. في عندي شبكة لاسلكية بتتحكم في كل إشي في البيت. في عندي سواء الوان أو الواي فاي أو اللان، هدول كلهم شبكات داخلية بنستخدمها لا تتحكم في الاستخدام الانرجي ولتنظيمها. بنتكلم هنا على سمارت جريد، برضو كيف احنا بنعمل شبكة اللي هي تغذي حالها بغاز بحالها وتقدر تنفصل وقت ما في اشكاليات. كومبوننت اوف سمارت انرجي، سمارت انرجي بنتكلم على لو كاربون جنريشن، بنتكلم على زي الويند، السولار، الفوتوفولتكس، الهيدرو الكتريسيتي والبايوماس، هدول كليتهم سورسز. افيشنت ديستريبيوشن، الانفراستراكشر، كروس بوردر جريدز، انرجي تريدنج، وهذه حاجات يعني هاي سمارت جريد، دايركت ماركتنج، انفورميشن تكنولوجي، هدول كليتهم نستخدمهم في الديستريبيوشن. الاوبتمايز كونسومشن، بنتكلم على الانرجي مانجمنت، بنتكلم على الاي موبيليتي، بنتكلم على الانتليجنت ديفايسز، بنتكلم على الانرجي ستورج، بنتكلم على السمارت ميتر. سمارت ميتر يعني زي العداد الذكي اللي بنسميه، اللي هو بيروح في اتجاهين، يعني ببيع كهرباء وبيشتري كهرباء. بنتكلم على الانرجي ستورج سواء بالبطاريات، او خلينا نتكلم على انظمه اخرى زي الثيرمال. انتليجنت ديفايسز اللي هي الديفايسز اللي بتشتغل وقت في اوقات محدده في الاوف بيك اورز. نتكلم على الاجهزه الذكيه مثلا زي الاضاءه، بتشتغل عند الحاجه، التكييف تقدر تستخدمها اذا في حاجه حركه في البيت او في اكيوبانسي في البيت. الاي موبيليتي انه انا مش ضروري اتحرك بشكل دائم، بتحرك فيرتشوالي. الانرجي مانجمنت سيستم، هذه نعمل شيفتنج لللودز ومن قبيله في هذا المجال. السمارت هيلث سيستم، نتكلم على السمارت هوسبيتال، بنتكلم عن النيرسز، بنتكلم على الدكتورز، بنتكلم على التكنيشن، على الاون بادي سنسورز انه الانسان عنده سنسور، بنتكلم على الروبوت، السمارت جادجت اللي بنحطهم هذه، والابلكيشن، نتكلم على الابس، نتكلم على سمارت انفراستراكشر انه لازم تكون هذه مشبوكه مع شبكات ومع سيرفرات وتتبع الانسان. نتكلم على السمارت هوم اللي هي الحركه فيها ذكيه وكل شيء بيبقى صحي. نتكلم على الامرجنسي ريسبونس انه قبل ما تحصل الشغله تحصل، والامرجنسي عندها متابعه لايش ساير عند المريض. هذا الان السمارت واتشز اللي بنتكلم عنها بتقدر تعمل تراكينج للانسان. الابس الموجوده على الجوالات بتقدر تنشبك مع السمارت واتشينج، السمارت واتش اللي هي كسنسر بتقيس ضغط الدم، بتقيس غيره. في اجهزه ثانيه ممكن مجسات تنحط على جسم الانسان سواء لما بيلعب رياضه او عنده امراض مزمنه، فهذه بتعطي يعني ريسبونس او بتعطي ميجرمنتس للدكتور، والدكتور او الطبيب او الممرض بيقدر ياخذ اكشن في اوقات اخرى. السمارت تكنولوجي، بنتكلم على الجرين تكنولوجي اللي بنعتمد على الرينيوبل انرجي، بنتكلم على سستينبل ترانسبورت سيستم اللي هي هذه استخدام المواصلات العامه بشكل جيد، سستينبل ريسورسز مانجمنت اللي هي بالنسبة لنا يعني الاستدامة في الموارد، الكوميونيكيشن انفراستراكشر دائما موصول وريلايبل، الجلوبال اي سي تي انفراستراكشر على مستوى العالم، السوشيال نتورك اند سايبر فيزيكال سيستم. نتكلم على ستيت اوف ذا ارت تكنولوجي. التشالنجز فيسينج اس، سمارت سيتي ديزاين تشالنجز، ديزاين كوست، دائما هذه عنصر رئيسي انه دائما التكلفه، قديش التكلفه، في شيء اوبن بادجت، اوبريشن افشنسي،
دائما بدنا efficiency عالي. الكربون emission الفوت برنت لل CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون بدنا نخففه. السيتي جروث دائما بتحسب حساب لنمو المدينة. ديزاستر ريزيلينس اللي هي مقاومة أو احتواء الكوارث اللي عنده ومقاومتها. ريلايبل كوميونيكيشن دائما شبكات التواصل والاتصال شغالة بشكل عام. انفورميشن سيكيورتي في أمان. البابليك سيفتي في عندي أمان عام. في الداتا فاليوم حجم البيانات. نتكلم على السيستم فيلر في حالة إنه كيف احنا نتغلب على لو حصل سيستم فيلر. السيتي سستينابيليتي الاستدامة للمدينة. السيتي ويست كيف نعمل فيه وايش نسوي فيه. والأوبريشن كوست قديش التكلفة التشغيل. هدول كلها تحديات مهمة ناخدها في الحسبان. ناخذ بريك وبنرجع تاني نتكلم على الـ IoT إن شاء الله.